بنهني الشعب المصري بدستور الثورة، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وبنهني الشعب المصري بهذا الإقبال الرائع وهذه الإرادة اللي تجسدت في إخراج استفتاء بمنتهى النزاهة لم يستطع أن يشكك فيه أحد على الإطلاق. وهذه النسبة الكبيرة ضعف ما استطاع الإخوان أن يمرروا دستورهم في غياب القوى السياسية. وذهبنا إبان طرح دستور الإخوان للإدلاء بصوتنا وعارضنا وقلنا لا بالملايين. هم لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى صناديق الانتخابات ويقولوا لا بإرادتهم وبرفضهم لثورة الشعب المصري في 30 يونيو. إحنا في لحظة يعني فارقة في عمر هذا الوطن، الشعب كله كره هذه الجماعة الإرهابية وأخرجها من المشهد السياسي بإرادته، ولا وصاية لأحد على هذا الشعب على الإطلاق. وبمناسبة مرور 3 سنوات على تفجر الثورة الأم وهي ثورة 25 يناير، بنقول إن إحنا لابد أن نحتفل بهذه الثورة بميلاد أول مولود لها، مولود حقيقي وهو الدستور. فالدستور يعتبر هو المولود الشرعي الوحيد الآن بإرادة توافقية تجاوزت 98% ممن ذهبوا إلى صناديق الاستفتاء، وبحضور يتجاوز 20 مليون ويقترب من 21 مليون. هذه إرادة الشعب. إحنا بنقول يجب إن إحنا نحتفل بهذه الخطوة على طريق الألف ميل، لأن الثورة لن تنجح بين يوم وليلة، ومضى 3 سنوات حتى وصلنا إلى أول إنجاز. إحنا أمام شعب سائر، وشعب لن تخمد أو تهدأ ثورته إلا بإنجازات حقيقية وبالاستجابة لجميع مطالبه، وليس مطلب أو مطلبين فقط. ثورة 30 يونيو هي الثورة التي ولدت من رحم ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير تم اختطافها عبر صفقات ومؤامرات بين مجلس عسكري أغلبه كان مباركي، وبين المخابرات والإدارة الأمريكية، وبين الإخوان. وتم هذا الاختطاف على مرأى ومسمع من الجميع، ونبهنا ليه كقوة ثورية في حينه وقبل أن يعرف أحد ما الذي كان يتم في الغرف المغلقة من مؤامرات وصفقات حقيرة كانت تعمل ضد الشعب المصري. إلا أن يقظة الشعب المصري حالت دون استمرار هذه الصفقات التآمرية المريبة، وتحرك الشعب بالملايين وراهن كقوة ثورية على هذا الشعب الذي خرج أكثر من 30 مليون يوم 30 يونيو في ثورة جديدة تضيف إلى ثورة 25 يناير، تجدد ثورة 25 يناير، تحرر ثورة 25 يناير من الخاطفين ومن أصحاب الصفقات وما نزل. الثورة الأولى التي نريد أن نحتفل بها وبثورتها الثانية، ونريد أن نقول أن هذه الثورة قامت لإسقاط نظام مبارك الفاسد والمستبد برموزه وسياساته وقواعد نظامه، ولن يقبل الشعب المصري بغير إسقاط هذا النظام، ولن نسمح على الإطلاق بخروج رموز مبارك من الجحور مرة أخرى. كذلك ثورة 30 يونيو بنحتفل أيضا بها مدمجة مع 25 يناير، لأنها قامت لإسقاط نظام الإخوان والرئيس غير الشرعي المختطف للثورة وحكم المرشد. وبالتالي لن نسمح بأي حال من الأحوال بوجود رموز متأسلمة وظفت الدين لحسابات سياسية وأغراض سياسية تعمل ضد الشعب المصري
وتحاول أن تتلاعب بعواطف الشعب المصري، وحاولت أن توظف هذا الدين لتنفيذ مؤامرات مخابراتية عالمية لتفتيت هذا الوطن وتدمير هذا الوطن وجعله في دائرة التخلف إلى الأبد. إلا أن الشعب المصري وخلاياه الحية وقواه الثورية الحقيقية المخلصة لهذا الوطن هي التي كانت تبث اليقظة باستمرار في هذا الشعب وتنبهه وتوضح له، ودفعنا الثمن غاليا، ولازلنا لدينا الاستعداد لدفع الثمن بأرواحنا من أجل هذا الشعب المخلص العظيم صاحب الحضارة، وأيضا لهذا الوطن الذي يحتوينا ويضمنا بين جناحي. لابد أن نستمر على هذا الضرب، لن نسمح على الإطلاق بظهور رموز من مبارك ولا رموز من الإخوان. وإذا كان أخي العزيز طارق وهذا التكتل للقوى الثورية الشبابية، وأنا يسعدني ويشرفني أنني عملت معهم من قبل 30 يونيو وكان لهم دور كبير في تحريك الجماهير لمن لا يعرف، وأعددنا العدة بكل الوثائق ولم يؤخذ مما توافقنا عليه مع هذا التكتل إلا تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. ما عدا ذلك نحن لا نعرف عنه أي شيء على الإطلاق. طرحنا حكومة من رئيس و18 وزير فقط، حكومة طوارئ وحكومة إدارة أزمات وحكومة إنقاذ وطن، حكومة ثورية، لم يؤخذ. طرح حزب النور في المشهد وهذا لا علاقة لنا به. لذلك نقول أننا سنحتفل بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وبمولدنا الأول لهاتين الثورتين وهو الدستور، وأنا أحمل وزارة الداخلية وأيضا الأمن الوطني الأمن القومي ووزارة الدفاع كما حمت الدستور وكما حمت الإدلاء بالصوت في هذا الدستور وحمت الاستفتاء من كل عنف محتمل، لابد أن تحمي الشعب المصري لكي يحتفل بثورته لأول مرة في حالة جديدة إن شاء الله. وزير الداخلية اتصل به بعض البرامج وأبرزها برنامج الأستاذ وائل الأبراشي، وأعلن أنه يدعو الشعب المصري للنزول يوم 25 يناير للاحتفال بثورته تحت مسؤوليتنا. هذا تعهد من وزارة الداخلية أخذه على نفسه السيد وزير الداخلية وأيضا السيد وزير الدفاع بحكم منصبه، وأيضا الحكومة مسؤولة عن أمن المواطنين الذين ندعوهم للنزول يوم 25 يناير في جميع ميادين مصر مع استثناء ميدان التحرير حتى لا يندس فيه بعض الناس لافتعال موقف قد يضر بثورتنا العظيمة. أنا بهني الشعب المصري مرة تانية، بهني أخواتي وأشقائي وحرائر مصر الحقيقيين ونساء مصر الحقيقيين وشباب الثورة الحقيقي ومجموعة منهم في الصدارة الآن بجواري. أتشرف بإني عملت معاهم وأتشرف بدعمهم باستمرار، وإن شاء الله الثورة مستمرة حتى النصر بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم.